مستعدين احنا كقدرات عسكريه؟ لا طبعا فرق كبير. لا عزيزي احنا ما نتكلم احنا اليوم نتكلم من ناحيه مهنيه استاذ عماد. انا هذا انا وقتي دخلت وياك بهاي النقطه هسه نرجع وفقتك وقتي لا يسجل خلي نتناقش عزيزي لا ابدا ابدا يسجل خلينا اكمل مداخلتي ليش تقطع سلسله افكاري بس اريد اتداخل وياك بهاي النقطه سالت تفضل سيد تفضل خلي احنا هم ترى ويا المقاومه واحنا هم ضد الكيان الصهيوني طبعا اكيد قلت لك كل من يحمل كل مسلم وكل من يعمل جنسيه عربيه وحتى الشعوب الاوروبيه ضد الكيان الصهيوني لازم حزب الله بهاي الظروف انا قبل لا يعطي معلومته العسكريه وجل الاحترام والتقدير للقضيه المهنيه انا اقول قضيه احنا إذا ما نؤمن بعقائدنا ما يصير بعد نعيش هاي الحياة. داود ما قتل جالوت بأسلحة متكافئة ولا الحسين قاتل يزيد بأسلحة متكافئة وعدد كافي ولا أهن بثورة العشرين طلعوا الاحتلال بالأسلحة الفتاكة بالفلة والمقوار ليش نستهين بقدراتنا؟ تفضل احنا بدون بدون الاستهانة لكن احنا أنا في وجهة نظري أرى أن المشروع أكبر وأخطر يعني هم قد يكون الأخوة في مقاومة وكل يعني هم يباعون أنه فقط أنه هذه القضية فقط على الدفاع عن فلسطين والدفاع عن حزب الله أنا أقول في وجهة نظر الاستراتيجية هذا المشروع الذي حاليا اللي ديصور عليه نتنياهو وليش نتنياهو ديصور على الحرب وليش نتنياهو بعد ما طلع سيد حسن نصر الله وقال انتهى ورجعوا بعد انتهى الرد مالتنا على اغتيال فؤاد شكر اجى فجر البيجر وثاني يوم ضرب اللاسلكي وراها ضرب اللي قيادي اللي اختار القيادي اللي خلوه بمكان فؤاد شكر اخي اكو مشروع اكبر واخطر اكو مشروع لتقسيم المنطقه اكو مشروع لتقسيم العراق وهذا ما تريده هي تريده هكيجي يعني انت تحسسني بانه ينتظرون المقاومه تضربهم المقاومه تتدخل العراقيه لا 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 هو تقول لك انت لا هي باوع هو هذا مشروع متكامل وادوات هم نفس الحالة من أي حيث لا تعلم ولا تعلم المقاومة قد تكون هي أحد الأذرع اللي ممكن مثل تقسيم العراق وتقسيم المنطقة أي نعم استراتيجية مقاومة أسمى وأشرف من يتقسم العراق المقاومة وقفت سادمانية أمام تقسيم العراق سيد عمار ما وصف بحيث لا تعلم كون دقيق ما وصف لا حيث لا تعلم أكو أمور المقاومة تعلم ما لا تعلمون المقاومة لديها استراتيجية ولديها رؤية بعد مما تتصور لو عندنا رؤيه واستراتيجيه ما راح نجيب خبراء ايرانيين وباكستانيين ونتشرف بالخبراء الايرانيين معناه احنا ما عندنا الامكانيه نعتمد على خبراء اجانب